السلام عليكم. بدايه كيف نتوما؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غادي نحضر معكم الكورني المالحين. نخليكم على المقادير. بالنسبه للمقادير، عندي بصله واحده مشلضه، عندي صدر دجاج مقطع على القطع دو مربعات صغيره، عندي الملح، الابزار، زيت الزيتون. هادشي اللي غادي نستعمل في الحشوه. اول حاجه غادي سخنت المقله فوق النار، وغادي نضيف زيت الزيتون. يمكن لكم تضيفوا زيت المائده، وغادي نضيف عليها البصل ديالي ونخليها حتى تقلى لي مزيان. وهنا ملي تقلت لي البصل ديالي على هذا الشكل هذا، غادي نضيف صدر الدجاج على حسب الكميه اللي بغيتو نتوما. ودابا غادي نضيف الابزار، وغادي نضيف قليل من الملح. هنا كما كتلاحظوا الحشوه ديالي طابت لي. غادي ندوز نحضر معكم صوص البيشاميل. في كاسرونه وضعت معلقه كبيره ديال الزبده، وغادي نضيف 3 معالق ديال الدقيق. غادي نحرك المكونات مع بعضياتهم مزيان حتى يتحمص لي داك الدقيق ما يبقاش خضر. وعاد غادي نبقى نضيف الحليب تدريجيا، وانا كنخلط باش ما يتكون لي شي الكويرات بالدقيق. غادي نبقى نخلط المكونات مع بعضياتهم، وغادي نضيف الحليب شويه بشويه حتى نتحصل على سائل كيف ما كتلاحظوا في الصوره على هذا الشكل هذا. وغادي نستمر وانا كنضيف الحليب وانا كنخلط حتى نتحصل على البيشاميل اللي خصني انا. هنا كما كتلاحظوا يعني دوزت داك الطحين، كنزيد عاوتاني الحليب شويه بشويه، انا كنستمر على الطريقه هذه. بالنسبه للبنات اللي كيبقى لهم تكاتل في البيشاميل واخا كيوجد وكيبقى فيه ديك التكاتلات، ما يرميوهاش، يجيبوا الباديدورا الطحنه ويطحنوه مزيان، وهالو الصوص مزيانه معكم. ودابا ملي تحصلت على سائل، غادي نضيف راس معلقه ديال الكوزه محكوكه، وغادي نضيف قليل من الملح وقليل من الابزار، وغادي نخلط الكل مع بعضياتهم. ودابا غادي نضيف 3 ديال لاباشكيري، اي نوعيه كتبغيو نتوما. غادي نخلطهم حتى يذوبوا مزيان. وغادي نضيف حتى الجبن ديال الشيدر او اي جبن كتختاروه نتوما. غادي نبقى نخلط حتى يذوب لي داك لافاش كيري مع الجبن. ودابا غادي نزيد الجبن موتزاريلا كميه ديال 2 معالق كبار، لان ملي كنضيفوا الاجبان على البيشاميل ديالنا صراحه البنات كيعطي واحد المذاق رائع. نتمنى تجربوها ان شاء الله وغادي نال الاعجاب ديالكم. صافي غنستمر على التحريك حتى نشوف باللي الصوص ديالي كما كتلاحظوا في الصوره يعني سائله معايا، يعني ذابوا الاجبان كلهم. وصافي ملي كيبقى الصوص بيشاميل كيبقى يعمل معكم فقاعات كيف ما كتلاحظوا في الصوره، يعني كيكون واجد معكم. هنايا البنات كيف ما كتلاحظوا عندي العجين المورق، وعندي الليكورني قطعت شرائح طوال على هذا الشكل هذا،
وكندور على لي كورني ديالي. يعني صراحه الطريقه سهله بزاف، تبعوا غير الطريقه كيفاش كنعمل انا وان شاء الله غادي ينجح معكم. غادي نستمر على الطريقه هذه كامله على لي كورني ديالي ونساليهم. هنا يا البنات ساليت الكورني ديالي، جاو على هذا الشكل. هذا جبت بيضه كامله وضعت فيها قهوه تاع الذوبان. غادي ندهن لي كورني ديالي باش ملي كيطيبو كيطيب واحد كلهم مزيونين. غادي نسمر عليهم كاملين وغادي نضيف السانوج فوق منهم. سانوج اختياري البنات، بغيتو تضيفو الزنجلان اولا تخليهم هكذا بلا حتى شي حاجه كيجيو مزيونين. انا كنفضل المملحات ديالي، كنضيف لهم شويه ديال السانوج كيعطيهم شويه ديال المنظر مزيون. صافي البنات غادي نستمر على هذا الشكل هذا وغادي ندخلهم للفرن. عندي فرن مسخن 180 درجه مده طهي 20 دقيقه، كل واحد وحسب الفرن ديالو البنات. دائما كنقول لكم يعني ما تسمعوش 20 دقيقه تقولوا صافي 20 دقيقه، مرمره خصكم تردوا البال من الفرن ديالكم. صافي البنات ما من هنا غادي ندخل الكورني ديالي من الفرن. وهنا يا البنات بعد ما طابوا لي كيجيو على هذا الشكل هذا، غادي نحاول نحيد لي كورني غير بشويه البنات، لان العجينه كتكون هشيشه معكم دغيا تهرس. يعني ضروري نزولوا لي كورني ونحاولوا معهم غير بشويه باش ما يتهرسوناش. هيا البنات الحشوه ديالي هذه، يعني ضفت الخليط ديال الحشوه مع الصوص بالبيشاميل، خلط المكونات مع بعضياتهم وغادي نضيفهم فوق الكورني ديالي على الطريقه هذه كيف ما كتلاحظوا في الصوره. وغادي نضيف منها الجبن، يعني كنغطس لي كورني ديالي في الجبن. غادي نزيد نعمل معكم واحده اخرى باش تشوفوا كيفاش، يعني طريقه سهله بزاف. يعني كنحاول نعمر لي كورني ديالي بالصوص وكندفع من الداخل على هذه الطريقه هذه، وكنحاول نعوض الجوانب وكنضيف فوق منها الجبن. انا غنستمر على هذا الشكل هذا البنات حتى نساليهم كاملين ونتلاقاو بعد التقديم. وهنا يا البنات الكورني ديالي ها هما وجدوا كما كتلاحظوا في الصوره. صراحه جاو المنظر رائع ولا حتى في المذاق. صراحه كنتمنى تجربوهم ان شاء الله وينالوا الاعجاب ديالكم. كيف ما كتلاحظوا في الصوره يعني كيجيو رائعين رائعين في المنظر وحتى في المذاق البنات. يعني ما تصوروش كيفاش كيجي المذاق ديالهم. كنتمنى الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنساوش تضغطوا على الزر الاسفل الفيديو وتعملوا لي لايك وتخليوا لي شي كومونتير وتشاركوا مع الاصدقاء ديالكم والحباب ديالكم. وخليتكم على خير وبالصحة والراحة ونهاركم مبروك.